طوابير طويلة يضطر سكان قطاع غزة للاصطفاف فيها لساعات تلو الأخرى للحصول على بضعة أرغفة من الخبز، ولما لا وقد جعل أعنف تصعيد إسرائيلي على القطاع منذ سنين رغيف الخبز أقصى ما يمكن أن يطمح له أي فلسطيني تكتب له الحياة في غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي. من الساعة 4 الفجر ونحن واقفين لغاية الآن الساعة 10 وصلنا مرتين على الدور والدور لآخر الدور، وفي عندنا 5 شهداء بالعيلة، وفي عندنا 12 نفر قاعدين بيستنوا أكل، 5 شهر خبز، 12 رغيف، 13 رغيف على أساس، كل واحد مثل رغيف 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 طول نهاره يقف، لا طحين عندنا، لا عارفين نخبز، لا في كهرباء ولا في أي شيء. حتى شربة الماء صارت صعبة المنال نظرا لاستمرار إسرائيل إغلاق الخطوط المغذية للقطاع وتوقف المحطات في غزة عن العمل نتيجة نفاذ الوقود المشغل لها، فالسكان باتوا يموتون من العطش ويبحثون عن شربة ماء نقية أو ملوثة، والمهم أن يبقوا على قيد الحياة. انقذونا انقذونا، ادخلوا الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ومحطات المياه. الشعب بدا يموت، مش الشعب بده يموت، الشعب بدا يموت، الشعب مرمي في الشوارع، لا ماء ولا اكل ولا دواء ولا حاج ولا مقومات للحياه. المياه هينا 10 لتر اللي بنعبيها لخمس عائلات، يعني يمكن بدنا ساعتين ثلاثة أربع ساعات وهم الناس صافين. ورغم تحذير كافة المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية من خطورة الأوضاع المعيشية بالقطاع وتدهورها بشكل غير مسبوق، إلا أن المجتمع الدولي ما زال عاجزا عن التدخل ووقف التصعيد الإسرائيلي. يعكس هذا المشهد خطورة ما آلت إليه الأوضاع في غزة نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي لليوم 11 على التوالي ومنع إدخال إسرائيل طواف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.